مهيام من الخيل عندك مع الببغاء الأمازوني. طبعا المعروف الببغاء الأمازوني أذكى ببغاء على وجه الأرض. طبعا أنا مربيه في الدار وبلش يحكي من جديد. طبعا هو أليف ما بعض، طبعا هو لسه صغير. طبعا هو من أذكى الببغاوات في العالم ولونه جميل. طبعا الببغاء بحب يلعب. على بغاء هذا ذكي. طبعا هو لسه صغير. طبعا هو لسه بيخاف. طبعا لونه جميل جداً.